المقر ده في معمول له بلاغ نيابه من يوم 18/8 في قضيه رقم 317 جنح امن الدوله واللي بيحقق فيها رئيس النيابه تامر الفرجاني، وصدر امر بالتفتيش باعتبار المقر ده مقر من جماعه الاخوان المسلمين مش الحزب ولا الجماعه ولا الجريده، وتم التفتيش بمعرفه الشرطه وتم ضبط المضبوطات ورساله النيابه تاريخ 29، ولا يوجد اي شيء خلاف هذا. المشمع بس الباب مشمع؟ مشمع لانه حريه لانه مقر لجماعه الاخوان مش حريه والعداله. ما كانش مقر لا المشمع. طبعا ده مقر الاخوان المسلمين هو غصب على هذا الاساس، لو انت عايز المضبوطات دي في مشكله خطيره. المضبوطات موجوده في النيابه. عايز تقول ده مقر الاخوان العداله يستلزم امر التقرير الاسبوعي. إذا كان ده مقر الحزب أو مقر الجريدة، المفروض تبقى على ذمة الحزب أو لا، هو ده مقر الجريدة، الرابع ده مقر الجريدة. وأنا عرضت عليكم ساعتها حراسة أمنية وتجيبوا النقابة اللي أنتم عايزين. تتذكر هذا. هنا الصورة تبقى ده الدلالة. تعال الأمن ده قاعد قدامي أهو، قاعد قدامي هو اللي قال الرواية اللي بقول لك عليها. لا مختار انت الزملاء اللي قلت لهم من اسبوع 10 ايام ولا قلت لهم من شهر؟ لا ده قايل لهم من بعد فض رابعه. قال لهم من بعد فض رابعه.